مساء الخير واهلا بيكم في حلقه استثنائيه من اللمه الحلوه. حلقه استثنائيه لاننا في يوم مش عادي بنحتفل فيه معاكم بالعيد ال15 لقناه المحور. زي النهارده من 15 سنه ظهرت قناه المحور عشان تكون اول قناه فضائيه مصريه. اول قناه فضائيه مصريه خاصه، وكان شعارها قناه الاسره العربيه. ومن اول يوم لحد النهارده برامج الاسره عمرها ما غابت عن شاشه قناه المحور. وفي نفس الوقت اللي كانت فيه كل القنوات الموجودة في الوقت ده شغالة على الأسرة من منظور الترفيه والمنوعات. قررت قناة المحور إنها تخوض في أهم القضايا اللي بتهم الأسرة المصرية والعربية، فكانت المحور سباقة في تقديم أهم المتخصصين في تربية الأولاد وأكبر الخبراء في فنون العلاقة بين الرجل والمرأة والرجل وأسرته وبين المرأة وأسرتها. ولأن المرأة هي العمود الفقري للأسرة فكان لها ساعات يومية على شاشة قناة المحور، وعمرنا ما هننسى البرامج الرائعة اللي تقدمت على الشاشة وكانت على مدار السنين اللي فاتت رقم واحد في مصر. برامج الأسرة والمرأة كانت بتتطور كل سنة في قناة المحور. شفنا مع بعض الزميل العزيز شريف مدكور في ساعة مع شريف، وبعده اللمة الحلوة ما اللي قدمتها الفنانة الجميلة مها بعوف ومعاها مجموعة من النجوم. والنهاردة في اللمة الحلوة احنا بنفتخر بكل اللي قناة المحور قدمته من برامج بموضوعات بتحترم فعلا المشاهد المصري والمشاهد العربي، علشان كده بقينا قناة بيحترمها المشاهد. واحنا بنكمل المشوار في اللمة الحلوة النهاردة، والأول مرة بنتجمع مع بعض الخمس مذيعات بتوع اللمة الحلوة، ومفيش أحلى من كده يوم نتجمع فيه كلنا مع بعض. كل سنة وانتم طيبين يا زميلاتي الحلوات العزيزات رانيا حمودة، هبة مختار، نادين الجداوي، ومنال السعيد. أهلا بيكم معنا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عاملة أن أنا مذيعة وبستضيف زميلاتي النهاردة. احنا طبعا في لمتنا الحلوة أكيد كلكم كان لكم تاريخ كنتوا بتتفرجوا فيه على قناة المحور قبل ما تشتركوا وتبقوا مذيعات في قناة المحور. إيه رأيكم تدوني فكرة كده نبذة صغيرة من كل واحدة فيكم؟ أنا يا مها يعني بحب قناة المحور جدا، أول قناة فضائية مصرية وتكون قناة خاصة. دايما كنت بتابع البرامج، وخصوصا طبعا شريف مدكور، لأن شريف دايما بيديني إحساس بالبهجة، وحتى مواضيعه بيتناولها بطريقة خفيفة، وما كنتش أتخيل إن أنا في يوم من الأيام أنا اللي هبقى قاعدة في نفس المكان، أنا نفس الاستوديو بتاع الاستوديو وفي نفس الوقت، وبعمل أنا يعني حاجة اجتماعية الأسرية كان نفسي طول عمري إن أنا أعملها من وأنا طفلة صغيرة. الحمد لله يعني إنها اتحققت على قناة المحور. الحمد لله. هبة أنا أتكلم؟ اتفضلي. أنا كان ليا الشرف إن أنا في بدايتي أبقى في قناة المحور، لأنها قناة محترمة ومشرفة، ومن البرامج شريف مدكور على فكرة برضو الفاشن والستايل والموضة والميك اب يمكن دي اهتماماتي، فشريف كان حد بالنسبة لي كان لازم اتفرج عليه، وبوجه له كل الشكر من هنا وانا قاعدة دلوقتي في الاستوديو يا شريف. طيب نادين، انا طبعا بحب ارحب بيكم وانا مبسوطة جدا ان انا النهاردة معاكم كلكم، وكل سنة والمحور طيبة. انا بصراحة يعني انا صغيرة شوية، فانا الحاجات اللي انا كنت بحضرها اللي اهلي كانوا بيتفرجوا عليها في وقتها اللي هو كان برنامج معتز الدمرداش 90 دقيقه، بقى كنا على طول بالليل دي نقعد نتفرج بقى كلنا العيله كلها عليه، فبصراحه كنت بستفاد يعني برضو الثقافه عندي كانت بتزيد جدا لما بتفرج كنت عليه. كنت بتحلمي انك في يوم من الايام تبقي مذيعة؟ لا بصي، انا من وانا صغيره نادين عايز تبقي ايه؟ عايزه ابقى مذيعه بجد زي يعني. ماشي على خطى يا بس ابتديت علاقات عامه، ودلوقتي ليا الشرف ان انا ابقى معاكم كلكم النهارده حبيبتي في المحور. منورانا. منال طبعا انا اكتر واحده مبسوطه النهارده لان اول مره ابقى موجوده معاكم في الاستوديو. كمان فقناه المحور بالنسبه لي انا بشوفها اضافه لاي اعلامي او حد حابب انه يشتغل في الاعلام. زي ما احنا شايفين كل الاعلاميين والنجوم قبلنا بشويه كان اسلام الشاطر بيتكلم على نجوم الاعلام الرياضي، لا مش بس نجوم الاعلام الرياضي، بالنسبه لي انا شايفه كل نجوم الاعلام في مصر اللي موجودين في قناه المحور واللي اشتغلوا بره، فهي اضافه سواء للمشاهد او للي بيشتغل فيها كاعلام. كمان مبسوطة مرة تانية ان انا معاكم، وان شاء الله ممكن افكر بعد كده تلاقوني كتير يعني.
اهلا بيكم كلكم. انا سعيده ان احنا النهارده عندنا لمه حلوه فعلا مع بعض، يعني هحاول اقترح عليهم انهم يعملوا لنا مره في الشهر نتجمع فيها كلنا. ايوه بجد عشان نحس باللمه الحلوه بجد.